السلام عليكم. اليوم المحاضرة إن شاء الله types of class assim please الجزء الثاني. أخذنا المحاضرة الفاتت الجزء الأول واللي كان نتكلم مينلي عن circumferential class. اليوم إن شاء الله رح نأخذ الجزء الثاني واللي هو يحكي عن البار class. البار class شنو هو؟ البار class مثل ما تشوفون عندنا بالصورة، البار class اللي هو هذا الجزء، هذا أسميه bar clasp. It approaches the undercut area from gingival direction. It's called gingivally approaching clasp. تذكرون من أخذنا circumferential clasp قلنا it approaches the undercut from an occlusal direction. يجينا circumferential clasp تكون رست هنا وينزل بهاي الطريقة لحد ما يوصل لل retentive tip مالته تنزل below the height of contour، فكنا نسميه occlusally approaching clasp. هنا أنا عندي البار clasp أسميه gingivally approaching clasp. Since it's coming to the undercut area under the height of contour so-called infra bulge clasp. إذا من وين يجي للأندركت area؟ يجي للأندركت area من منطقة تحت ال height of contour، فلذلك أسميه infra bulge clasp. بالمقابل circumferential إذا تذكرون كان يجيني من منطقة above the height of contour، فبالتالي أسميه supra bulge clasp. And since it's pushing the tooth during action so-called push clasp. وبما أنه من أريد أنزع الدنشر فش راح يكون تأثير البار clasp؟ راح يكون تأثيره push. ليش push؟ تذكرون بالcircumferential قلنا نسميه pull clasp. Circumferential clasp هو تقريبا يحاوط التوث أو حاضن، خلي نقول مو يحاوط، الآي بار هم من نيجي نشوف من ناحية الانسيركلمنت هو هم محقق شرط الانسيركلمنت، بس كمية الميتال اللي لازمة بالتوث بالآي بار راح تكون أقل. السيركونفرنشيال عندي ريسبروكيتنج آرم وعندي ريست وعندي ريتنتيف آرم، هاي كلها يعني كأنما أنا جايبة كلابتين وهنا التوث، تمام؟ فمن اجي اسحب راح يصير شنو عندي؟ راح يصير بول، كاني بالشلابتين دا ارفع السن للاعلى، بينما عندي الاي بار مثل ما تشوفون بالصوره هو وين مسوي تاتش؟ ما عندي اني بهاي الصوره اوضحهم، هاي الصوره دا باوع له من جهه الميزيال. اذا تشوفون كميه الميتال اللي ملامسه للتوث هنا تقريبا هي 2 ملي. زين اني هاي 2 مليم بس هاي النقطة هي اللي كامشة عندي بالتوث، ما عندي مثل السيركونفرنشيال كلاسب انه منا كله محاوط، فبالتالي شنو التأثير مالتي؟ ما راح يكون، ما معقول انه هاي النقطة راح اكون لازمة التوث وكأني دا اسوي له دا سحبه لي فوق. هاي النقطة البسيطة شنو تأثيرها؟ تأثيرها دفع، مجرد من يريد البيشنت ينزع الدنشر راح يندفع التوث للوراء بهذا الشكل، راح يندفع جهة اللينجوال، فبالتالي أسميه push. أما circumferential لأنه حاضن التوث حضن كأنما جايبة شلابتين وكامشة التوث من كل الجهات وداريد أطلع عليه فوق، بينما البار clasp لا، عندي الـ retentive arm بس هي اللي كامشة عندي مسوية touch للsurface of the tooth، مو مثل circumferential لا، الارم كلها مسوية تاج، سواء الريجيد بارت اللي هو الريجيد تو ثيرد او الريتنتيف بارت كلها مسوية تاج عندي للتوث، بالاضافة الى الريسبروكال ارم، بالاضافة الى الجايدنج بلين، فبالتالي تأثيره راح يكون بول. اما البار كلاسب راح يكون عندي نقطة وحدة ملامسة، هاي النقطة شنو تأثيرها؟ مجرد انه من يريد يطلع الدنشر راح تدفع، فبالتالي يسموه push clasp. The eye bar should be located in the gingival third of the buccal or labial surface of the abutment. إذا وين راح يكون position مال الاي بار؟ راح يكون بالgingival third مثل ما تشوفون بالصورة. Of either buccal or labial surface of the abutment. هاي الجملة buccal or labial تنطيني hint معناه إنه أني أقدر أستخدمه posteriorly على buccal surface أو anteriorly على labial surface. إحنا ال surface الأمامي in general أسميه facial surface، يعني facial surface هو يشمل buccal surface
والليبيال سيرفيس. فالفيشيال سيرفيس هو مصطلح عام يشمل إذا كان الفيشيال سيرفيس هو للبوستيرير تيث راح أسميه بكل سيرفيس، أما إذا كان الفيشيال سيرفيس للأنتيرير تيث إذا أحكي عن أنتيرير تيث راح يكون اسمه ليبيال سيرفيس. فإذا الآي بار ممكن أو البار إن جنرال ممكن أحطه أنتيريرلي أو بوستيريرلي. The whole arm of the eye bar should be tapered to its terminus. وهذا نعرفه من circumferential class، دائما لازم يكون عندي taperness، يعني نبدأ بthickness وننتهي يكون عندي أرفع. ليش؟ حتى يصير عندي هنا البارت يصير more rigid وهنا يبقى عندي retentive tip هي flexible. With no more than 2 millimeter of its tip contacting the abutment، مثل ما تشوفون بهاي الصورة only 2 millimeter contacting the abutment. هذا هنا اكو space، هذا clear ما بي contact لا كامش بالsoft tissue ولا كام لا كامش بالsoft tissue هنا ولا بالtooth surface بهاي المنطقة، مجرد انه الretentive tip هي مسوية touch بهاي المنطقة اللي هي مقدارها 2 millimeter. The retentive tip contacts the tooth from the undercut to the height of contour. إذن واضحة من منطقة الأندركت واصلة للهايت of contour. طبعا احنا شنو الغرض الرئيسي من استخدام البار كلاس؟ ليش استخدمه؟ يعني استخدمه for aesthetic reason. يعني اذا نيجي نشوف هاي الصورة اللي جوا الاي بار عندي او البار ان جنرال استخدمه كل ما كان الابتمنت مور انتيريرلي. اذا نلاحظ بهاي الصوره هاي سيركمفرنشال كلاس، السيركمفرنشال كلاس اذا كان البيشنت مثلا هذا كان ماكسيلري تيث، هذا الجزء منا وهذا الجزء الممتد هنا من يبتسم البيشنت كله راح يطلع، راح يصير عندي مثل شو، راح يصير عندي مثل ديسبلاي. مجرد ما يبتسم البيشنت ترتفع اللب شويه راح يبين انه هذا مكان الريست وطالعه منه الار منازله لي جوا ورايحه للاندركات اريا. بينما لا بال هنا بالاي بار اذا تشوفون بما انه هو يجي من منطقه من جوا لي فوق فما راح يبين، واني قد ما اقدر احطه ابيكالي لازم اخليه ابيكالي، لانه المين ريزن فور اتس يوز از استاتيك ريزن. يعني دائما اني ليش الجأ للاي بار؟ الجأ للاي بار اذا كان غالبا فور استاتيك ريزن، كل ما كانت الابوتمنت تيث عندي انتيريرلي بريمولر مثلا فيرست بريمولر الكناين، فبالتالي ابتعد عن السيركمفرنشال كلاس وأفضل الآي بار كلاسب. The horizontal portion of the approach arm must be located at least 4 millimeter from the gingival margin and even farther if possible. The horizontal portion اللي هي هذا الجزء، هذا الجزء من البار لازم يكون يبتعد عن الجنجايفال مارجن اللي هي هنا، هاي الجنجايفال مارجن خلينا نسويها بالبينك، لازم يبتعد هاي المسافة لازم تكون عندي 4 مليمتر أو أكثر. إذا تذكرون من شرحنا بالcircumferential clasp قلنا إنه إحنا دائما إذا عندي الأسنان خاصة إذا كانت posteriorly وما عندي aesthetic reason إني أستخدم الآي بار، فش راح أستخدم؟ راح أستخدم circumferential clasp. زين شنو شرطي مال circumferential clasp؟ إنه يكون ال undercut بعيد عن ال point of origin، بعيد عن الريست إذا تذكرون. زين في حال كان الأندركات خلينا نرسمها حتى ترجعون تذكروها، هذا عندي التوث وهنا أنا راح تكون عندي الريست وهنا راح يكون عندي الكلاسب، تمام؟ زين الأندركات أريا لازم تكون بهاي المنطقة بعيدة عن البوينت أوف أوريجين مال الكلاسب. زين إذا ما تحقق عندي هذا الشرط وكانت الأندركات أريا بهاي المنطقة، إيش راح أستخدم؟ راح أستخدم البار كلاسب، تمام؟ يعني أمده من الميتال بيز ويجيني هنا البار كلاسب. وإذا تذكرون إذا قلنا من قلنا بالمحاضرة اللي فاتت إنه بالبداية أفكر بالسيركمفرنشال، زين الأندركات أريا ما طلعت عندي away from the point of origin، طلعت close to the point of origin أو بنفس جهة ال point of origin، وين راح أروح؟ راح أروح على البار كلاسب. زين البار كلاسب بهاي المنطقة تحديدا شنو لقيت؟ لقيت عندي soft tissue undercut، أو مثلا هنا الفيستيبيول ما كان بعيد
عن الجينجايفل مارجن بمقدار 4 مليمتر. تمام، فهنا أنا شنو انمنعت اني استخدم البار كلاسب، فمنو راح الجأ؟ راح الجأ للرينج كلاسب اللي هو راح يفتر وراح يجيني ويسوي جوين للاندر كات اريا بهذا الشكل. Then the term bar clasp is generally preferred over the less descriptive term rough clasp arm. طبعا هاي التسميات بالcircumferential، احنا قلنا اسمه circumferential، وممكن اسميه supra bulge، وممكن اسميه pull clasp، بالاضافة الى انه الى اسم هو acre clasp. acre اللي هي A-K-E-R acre clasp. تمام، acre clasp نسبة للعالم اللي اختراعا يجي للبار كلاسب، كذلك الى اسم ثاني بالاضافه الى البار كلاسب والانفرا بلج والبوش كلاسب الى اسم ثاني واللي هو الرخ كلاسب نسبه كذلك الى العالم. The bar clasp arm arises from the denture framework or a metal base. مثل ما تشوفون من وين يطلع عندي البار كلاسب، راح يطلع من الميتال بيز اللي هي in contact with the denture framework and approach the retentive undercut from a gingival direction. يجي من جهة الجنجفة ويصعد على ال tooth undercut. The bar clasp arm has been classified by the shape of the retentive terminal. إذن البار كلاسب هو مصطلح عام. إذا أريد أكون more descriptive أوصف الشكل مال البار، شنو شكله؟ إلى عدة أشكال، ممكن يكون T modified T I Y U S C مثل ما تشوفون هنا عندنا بالصورة. زين، ليش أستخدم هاي الأشكال؟ شو وقت أستخدم كل شكل منهم؟ حسب توزيع الأندركات أريا اللي راح يطلع لي السيرفي. وين الأندركات أريا عندي؟ أشوف على أساسها يا شكل ممكن أستخدمه. بالنهاية هي النتيجة واحدة والمسمى واحد، كلهم اسمهم بار كلاسب. بس مثلا إذا نيجي نشوف ال هنا ما مبين عندي، إيه نيجي نشوف مثلا هذا اليو شيب، مثلا عندي الأندركات بمنطقتين مختلفات، واحدة هنا وواحدة هنا، محتاجة أني إني أزيد الريتنشن فأستخدم اليو شيب كلاسب. مثل ما تشوفون هنا أنا عندي نقطتين أندر كات، وبالتالي عندي تو ريتنتف تيب، واحدة هنا وواحدة هنا. أوكي، فهذا إنديكيشن إني أستخدم اليو شيب. مثلا إذا عندي الإل شيب، مثل ما تشوفون الأندر كات ما كانت بمنطقة الميزيال، لا كانت بمنطقة الديستال، بمنطقة أبعد. فسويت اضطريت إنه أطلع ال عندي هاي الفريم ورك، راح اطلع الكلاسب منها وراح امده بهاي الطريقه ولي فوق، فبالتالي حتى ابعد المسافه، فبالتالي راح يصير عندي مثل حرف ال L. تمام، مثلا الاس شيب ليش ما سويته؟ نفس المبدا، هو هم الاندر كات اجتني هنا ديستالي، زين ليش ما مديته هيجي وهيجي وهيجي مثل ال شيب؟ ليش رحت لل S shape؟ مثلا مرات يكون عندي بهاي المنطقة، بهاي المنطقة يكون عندي undercut soft tissue undercut، أو يكون عندي bony prominence، أو يكون عندي frenum تحديدا بهاي المنطقة، ما أريد أمد الكلاسب عليها وأصعد L shape، فش راح أسوي؟ لا راح أنزل بالكلاسب هيجي وأمده بهاي الطريقة، فيصير عندي مثل حرف ال S. تمام، عندي سي شيب مثل ما تشوفون الاندر كات وين كان؟ كان هنا ميزيلي. زين ليش ما طلعت الاي بار دايركت ورحت هيجي ميزيلي؟ حتى شويه انطي فلكسبيليتي واطول الارم عندي، فمديت هالمنطقه ابعد وبعدين رجعت على منطقه الاندر كات حتى انطي شويه لينث وانطي مور فلكسبيليتي. اذا نشوف هنا التي شيب، مثلا هذا التي شيب، مثل ما تلاحظون التي شيب حاطي له تو ارم، وحده مسويه تاتش اللي هي الاقصر، مسويه تاتش اندر ذا هايت اوف كونتور، بالتالي بما انها اندر ذا هايت اوف كونتور كلها، فش راح اتخيل؟ راح اعرف انه هي هاي الريتنتف تيب، هاي اللي راح تنطيني ريتنشن، هاي اللي بيها فلكسبيليتي. زين، اما الارم الطويله، هاي الارم الطويله صاعده فوق الهايت اوف كونتور مثل ما تشوفون، فبما انها فوق الهاي اوف كونتور يصير تكون ريتنتيف او فليكسيبل؟ لا، معناها هاي ريجيد. زين شنو الغرض؟ ليش مسوين عندي تو ارم؟ وحده قصيره، خلينا نقول هذا الهايت اوف كونتور، وحده قصيره جوا الهايت اوف كونتور، والثاني
طويلة ومصعدي لي إياها فوق الهايت أوف كونتور. شنو الغرض من هذا الشيء؟ الغرض إنه مرات especially خلي أرسمها. إذا كان مثلا عندي هنا توث تمام، وهنا سبيس ما عندي سن ثاني أوكي، والسن هذا أو مثلا عندي توث بس أكو سبيسينج تمام، يعني التوث موجود بس أكو فراغ هنا أنا بسيط أوكي، فبالتالي ممكن يصير عندي بسبب إنه الريتنتيف، هل نرسم هذا الأندركات وهاي الريتنتيف تيب وهاي الريجيد آرم الثانية. إنزين إذا كانت الريجيد آرم هاي ما موجودة وكل ما ينزع البيشنت الدنشر أو يلبسه إيش راح يصير؟ هذا راح يسوي تاتش للتوث باتجاه واحد رايح جهة الميزيال خلينا نقول أو الدستل ما يفرق، فبالتالي ويا مرور الزمن راح يصير عندي روتيشن بالتوث، راح يبدأ يتحرك بهذا الاتجاه، especially إنه هنا أكو سبيس، يا إما التوث مفقود وما نريد نعوضه، يا إما إنه لا التوث موجود بس هو طبيعة أسنان البيشنت عنده سبيسينج، فهذا التوث ما إجاي لازق هنا وكاموش التوث هذا حتى ما يصير بي روتيشن، لا هو بعيد فصاير عندي فراغ، فبما انه هنا عندي فراغ فاكو احتمالية انه التوث يصير بي روتيشن، فلذلك ايش سووا؟ حطوا ريجيد ارم ثانية صاعدة بالاتجاه الاخر، اذا كان هذا ميزيلي فهاي رايحة باتجاه الدستري، حتى من التوث يفكر يسوي روتيشن يفكر يسوي دوران، من يجي يريد يدور بهذا الاتجاه ايش راح يلقي؟ راح يلقي ريجيد ارم هنا ساندته، حتى من هاي تدفع بهذا الاتجاه الرجد آرم هنا ايش راح تسوي؟ راح تصد الروتيشن، فبالتالي يبقى التوث ثابت بمكانه وما يتحرك. اتمنى انه تكون وضحت الفكرة، فلذلك نشوف انه البار كلاس عندي منه انواع حسب توزيع الاندركات، حسب اذا التوث بي سبيسينج او لا، حسب إذا عندي soft tissue undercut فما أقدر أمد الـ L shape مثلا فأروح للـ S shape، فهاي استخدامات الأنواع المختلفة من البار كلاسب. إنزين البار كلاسب هسه شنو الديزاين مالته أو المكونات مالته؟ أول شيء عندي البكر ريتنتيف آرم اللي هو الـ I bar engaging measured undercut. منو اللي مسوي لي measuring للـ undercut؟ الـ undercut gauge مال السيرفي with a slight occlusal extension for stabilization. هاي الـ occlusal extension اللي دا يحكي لي هنا عن نوع البار اللي هو T تمام، بي سلايد اوكلوزال اكستنشن صاعده باتجاه الاوكلوزال فور ستابيلايزيشن. شنو يعني ستابيلايزيشن؟ يعني راح تمنع التوث انه يصير بي دوران تمام. The approach arm of an infrabulge clasp must not impinge on the soft tissue adjacent to the abutment. وهاي أخذناها أصلاً بالrequirements مال الكلاسب in general. إنه لازم ما نسوي impingement على the underlying soft tissue. مثل ما تشوفون هنا بهاي الصورة، the approach arm بعيدة عن the soft tissue. ما لازمة بال soft tissue. أكو space بينها وبين the soft tissue. The approach arm should cross perpendicular to the free gingival margin. طبعا لازم من تمشي تكون عمودية على الفري gingival margin. It should not be used in area of tissue undercut. كذلك هاي شرحناها قبل. Uniform length and adequate taper should be given for sufficient flexibility. اذا هاي كلها معادة علينا من المحاضرات اللي فاتت، لازم يكون عندي uniform length و taperness حتى ينطيني flexibility. The clasp terminus tip should be placed as apical as possible on the abutment tooth. ليش قلنا؟ حتى أكون أحصل على شرط الاستاتيك، كل ما حطيتها apically كل ما كان more aesthetic، كل ما ابتسم البيشنت ما بينت عندي لأن هي صاعدة لي فوق، more apically باتجاه الأبيكس of the tooth أو باتجاه الروت of the tooth. زين البار تايب كلاس simply الانديكيشن when a small degree of undercut اللي هي ربع مليم exist in the cervical third of the abutment tooth which may be approached from a gingival direction. إذن لما يكون عندي الأندركات موجود بالcervical third of the abutment tooth وأحتاج أني أسوي لها approach from a gingival direction. ليش from a gingival direction؟ mainly for
aesthetic reason، أو ممكن يكون عندي مثل ما قلنا إنه الأندركات ما موجود away from the point of origin، لا كان close to the point of origin، فبالتالي رح ألجأ للبار تايب clasp. On abutment teeth for tooth supported partial denture or tooth supported modification area. هنا أنا شنو قصده بالtooth supported؟ ليش قال tooth supported مو free end؟ هل معناها إنه أني بالfree end ما أقدر أستخدم البار clasp؟ لا، القصد مو هيجي. احنا عندنا هسه رح ناخذ اللي قدام ورا هذا السلايد، رح يجيني الار بي اي سيستم. زين، البار كلاسب من يحكي عن البار هو قصده هذا الجزء، هذا اسميه بار، تمام؟ بغض النظر عن باقي الاسمبلي الموجود، وين الريست، وين الريسيبروكال ارم، وين الجايدنج بلين، ما علي، اني اللي إلي بيه هو البار كلاسب. زين، هذا البار كلاسب ممكن أستخدمه بأكثر من ديزاين، يعني ممكن تكون عندي الرست هنا ويجي عندي، خلي أرسمه آني بتوث، هذا توث عندي، تمام؟ ممكن يكون هنا عندي رست، تمام؟ وهنا من الرست طالع عندي ريسيبروكال آرم، وهنا هاي الإدنتشولس أريا، ومنها طالعت لي الاي بار، تمام؟ هذا هم اسمه بار كلاسب، بس هذا النوع تحديدا وين استخدمه؟ حتى استخدم انه الريست تكون ديستلي وطالع منها ريسبروكال ارم، وهنا البار لازم يكون عندي توث سبورتد، يعني هنا لازم يكون عندي انذر توث، فبالتالي اقدر استخدم البار بهاي الطريقه. اما اذا لا كان عندي ادنتشولس اريا، يعني كلاس 1 او كلاس 2 اللي هو tooth tissue supported، فما اقدر استخدم هذا الديزاين، ما اقدر احط الريست ديستلي واطلع منها الريسبروكال ارم والبار يجي منها. هسه راح نشوف شنو راح نستخدم، راح نستخدم الار بي اي ديزاين. فهو هنا من يحكي عن الانديكيشن انه استخدمه for tooth supported partial denture or tooth supported modification area. ليش دا يقول tooth supported؟ هاي في حال انه ردت احط الريست ديستالي، يعني استخدمه مثل السيركونفرنشال كلاسب. احنا دائما من نحكي عن السيركونفرنشال كلاسب شنو نقول؟ مثلا هنا وهذا عندي فراغ وهذا عندي another tooth، تمام؟ فهنا ايش راح اسوي؟ دائما ما ادير بال وين احط الريست، او الريست يعني بالاحرى لازم تكون close to the edentulous area. فاذا كان anterior tooth لازم تكون الريست distally، واذا كان posterior tooth راح احط الريست ميزيلي وراح اطلع منها reciprocal arm بهاي الطريقه. وبعدين اذا كنت اريد استخدم مثلا هذا posterior tooth راح استخدم له ال circumferential class لأن ما تهمني الاستاتيك، بينما هذا interior tooth خلينا نقول chunky 9 فش راح استخدم له؟ راح استخدم له البار class لأن تهمني الاستاتيك. هنا ما حطيت ببالي البوزيشن مال الرست، البوزيشن مال الرست حطيته close to the edentulous area. أما إذا كان عندي Kennedy classification 1 و 2، class 1 و class 2 اللي هي tooth tissue supported، فلا راح يختلف الوضع، راح يتغير عندي الديزاين، راح تصير عندي اعتبارات ثانية لازم أخذها بعين الاعتبار مثل ما هسه نشوف. In situation in which aesthetic consideration must be accommodated and a cast clasp is indicated. إذن بالاستاتيك كونسيدريشن وشرحناها، مثلا يكون فيرست بريمولر، مثلا يكون كناين، ما اقدر استخدم السيركونفرنشال كلاسب لانه السيركونفرنشال كلاسب شنو المشكله بيه؟ المشكله انه راح يصير عندي الريست فوق وتنزل منها على سطح السن الريتنتيف ارم، فبالتالي هذا كل الجزء راح يبين من البيشنت يبتسم. اما عندي البار لا يجيني من جوا ويصعد، فبالتالي هاي المنطقة راح أحطها as apical as possible، فممكن إنه ما تبين عندي بال smile مال البيشنت. زين، contraindication when a deep cervical undercut exists or when a severe tooth and or tissue undercut exists either of which must be bridged by excessive block out.
When severe tooth and tissue undercut exists, a bar clasp arm usually is an annoyance to the tongue and cheek and also trap food debris. إذن شارحيها هاي قبل إنه لما يكون عندي soft tissue undercut أو tooth undercut أو مو بس ال undercut هنا نقدر نضيف حتى أي contraindication للبار، يعني حتى إذا كان عندي ال depth of vestibule less than 4 كذلك راح يكون عندي contraindication للبار clasp، ما راح أقدر أستخدمه، وهسه راح أضيفها هنا وأعدلها. نفس الشيء بال indication هنا لازم نوضح، راح أوضحها بالسلايد أضيف لكم إياها، إنه إذا كنت دا أستخدم ال rest distally أو close to the edentulous area وغير عن class 1 أو 2 فبالتالي رح يكون عندي contraindicated. أما هو البار كبار class ممكن أستخدمه بأي مكان مو شرط بالتوث supported، وهسه رح نشوف ليه قدام. زين shallow vestibule less than 4 millimeter or an excessive buccal or lingual tilt of the abutment tooth. إذن موجودة عندي هنا، إذا كان shallow vestibule أو كان عندي التوث أصلا be excessive tilt buccally or lingually فما راح أقدر أستخدم البار. زين هسه نيجي لهذا النوع اللي هو ال RPI system. ال RPI system هو جزء من عنده البار كلاس، مثل ما تشوفون موجود عندي البار كلاس بال RPI system، بس هو من اسم السيستم يعني هذا ديزاين متكامل لازم ينحط بهاي الطريقة في وضعيات معينة. هسه راح نشوف شنية الوضعية اللي لازم أحط بيها الكلاسب بهاي الطريقة. الكلاسب simply that accommodate functional prosthesis movement are designed to address the concern of a class 1 lever. زين شنو هو الكلاس 1 lever؟ إذا تذكرون بالفيزياء عندي مثل ما تشوفون هاي الصورة class 1 lever اللي هو يكون عندي الفولكرم، هذا الاف اللي هو الفولكرم، الفولكرم يكون عندي بالنص تمام، وراح يكون اللي هو خلينا نقول محور الدوران، وراح يكون عندي على يمينه الإفورت آرم ذراع القوة أو ذراع الجهد، وعلى يساره راح تكون الريزيستنس آرم اللي هي ذراع المقاومة. زين شنو المشكلة عندي بهذا الديزاين؟ إنه بهذا الليفر اللي هي كلاس 1 ليفر اللي هي عتلة من النوع الأول ما أخذيها قبل بالفيزياء، المشكلة عندي إنه هنا راح تصير عندي حركة دورانية، بما إنه الفولكرام أو المحور عندي بالنص بين ذراع القوة وذراع المقاومة، فش راح يصير عندي دوران من تيجي فورس عندي هنا بهذا الاتجاه راح تدور عندي وراح يسبب إنه هذا راح يصعد بهذا الاتجاه تمام. فهاي العتلة من النوع الأول، هاي العتلة من النوع الأول وين راح أشوفها؟ راح أشوفها بكلاس 1 and 2 كينيدي كلاسيفيكيشن، ولازم وراح تكون عندي مضرة بالأباتمنت، وهسه راح نشوف شلون، فلذلك لازم أتجنبها بطريقة من طريقتين اللي هسه راح ناخذهم. The concern is that the distal extension act as a long effort arm across the distal wrist fulcrum to cause the class tip the resistance arm to engage the tooth undercut. زين إذا نشوف، ما أدري إذا أكو صورة أوضح، خلينا على هاي الصورة. زين ده تشوفون الرسم الجوة وين عندي الفولكرام اللي هو حرف الاف اللي هو محور الدوران صاير بالرست. هنا شنو استخدمنا؟ استخدمنا البار كأنما توث سبورتد مثل ما شرحت قبل شوية، يعني حطينا عندي هذا التوث تمام، وهاي الإدنتشولس إيريا، بس هي فري إند هنا مو توث سبورتد، توث تيشو سبورتد. زين كلاس 1 أو كلاس 2، فشنو إجيت قلت إنه أني الرست وين أحطها؟ أحطها كلوز تو ذا إدنتشولس إيريا، فش راح أسوي؟ راح أحط الرست هنا تمام، راح أحط ريسبروكال آرم منه، وراح أطلع من الإدنتشولس إيريا اللي هو الآي بار كلاسب تمام. هنا شنو عندي؟ عندي الارتفيشال توث
أوكي زين. فش صار عندي هنا؟ أنا اللي صار عندي هذا راح أحسبه الاف، تمام؟ خلنا ناخذ لون هذا الاف اللي هو محور الدوران. زين هنا أنا عندي الاي اللي هي ذراع القوة، الإفورت آر. زين وهنا صارت عندي الآر اللي هي الريزيستنس آر. زين من تيجيني فورس اللي هي الماستيكيشن، البيشنت ده يأكل على أسنانه، تمام؟ اجتني فورس هنا، إيش راح يصير عندي؟ راح ينزل الدنشر. ليش راح ينزل الدنشر؟ راح ينزل الدنشر لأنه تشو سبورتد، وإحنا نعرف إنه أكو فرق بالريزيل، يعني الريزيلينسي مال التشو مو مثل الريزيلينسي مال التوث. التوث هو هارد ستراكتشر، الناتشرال توث. زين فمن تيجي فورس عليه ما راح ينزل، اما السوفت تشو هي فليكسيبل، هي ريزيلينت، هو فتشي طري، فممكن ينضغط، كومبريسبل، يعني بالضغط ينزل السوفت تشو اللي جوا. اذا اني اجي واحط اصبعي على الجنجيفا مالتي راح تنزل لي جوا، تمام، بالادنشلس اريا. اما اذا اجي واحط اصبعي على التوث مالتي احاول انزله ما راح ينزل. زين فلذلك راح يصير عندي شنو؟ راح يصير عندي دوران لاختلاف الكومبريسيبيليتي. التوث التوث از نوت كومبريسبل، بينما السوفت تيشو از كومبريسبل. فمن راح تيجي هنا قوه ايش راح يصير؟ راح ينزل الدنتشر ويضغط على السوفت تيشو وينزلها لي جوا، تمام. هنا عندي محور الدوران، ايش راح يصير عندي؟ حركه دورانيه، الريزيستنس ارم راح تبدا تصعد لي فوق، فايش راح يصير عندي؟ دوران. زين احنا من دا تصعد الريزيستنس ارم هاي لي فوق، منو دا يصعد وياها؟ دا يصعد الكلاسب، البار كلاسب. دا يصعد وين؟ دا يصعد باتجاه التوث لي فوق. فايش دا يسوي؟ دا يدفع التوث ويا لي فوق، تمام. بمرور الزمن من تستمر هاي الحركة الدورانية، هنا دا تيجيني فورس، تمام، ضغطت هنا نزل، هذا صعد هيجي، هاي كل ما ياكل البيشنت، كل تشيوينج سايكل دا تصير هاي الحركة. ايش راح يصير على الابتمنت؟ راح يصير كأنما اني دا اقلعة على البطيء، ويا مرور الزمن تتكرر هاي السايكل، تتكرر هاي السايكل، يبدأ التوث يطلع من مكانه. ايش راح يصير عندي؟ راح يصير كأنما قلعته اني، قلعت التوث على المدى البعيد، على المدى الطويل. زين فشنو الحل عندي؟ اريد احول هاي العتلة اللي هي من النوع الاول لعتلة من النوع الثاني. شنو هي العتلة اللي من النوع الثاني؟ العتلة اللي من النوع الثاني، خلنا نمسح حتى نشرح من جديد، اللي هي تكون الفولكرام مالتي راح يكون هنا، وعلى يمينه راح تصير اثنيناته الريزيستنس ار وال effort arm، يعني راح يصير عندي effort resistance fulcrum. فبالتالي من تنزل، يعني هنا صاروا كأنما جزء واحد، ال effort arm ذراع القوة ويا resistance arm. فمن تنزل هاي الثانية هم راح تحاول انه تروح باتجاهها او تنزل وياها، تمام. خل نرسمها على الأسنان حتى تصير عندكم الفكرة اوضح. نرجع على المثال مالتنا، هذا tooth، هاي edentulous area، هاي عندي ال artificial teeth. زين اجيت حتى احول العتلة الليفر class 1 liver الى اريد class 2 liver، اللي هو شنو قلنا الclass 2 liver؟ اريد الفولكرام يكون بجهة والافورت arm والresistance arm بنفس الجهة. فش راح اسوي؟ راح انقل الرست. وين راح اخلي الرست؟ راح احطها ميزيلي، راح اخالف القوانين اللي تقول انه الريست لازم تكون close to the edentulous area. هاي وين استخدم هالقوانين؟ هاي استخدمها بالتوث supported، ما يهمني سواء ميزيلي ديستالي، المهم هي اقرب للedentulous area. اذا كان anterior tooth راح تروح ديستالي، اذا كان posterior tooth راح تكون الريست ميزيلي. هذا وين الحكي؟ بالتوث supported اللي هو class 3 واللي هو خلينا نقول short span class 4. اما الباقي اللي هو class 1 class 2 او long span class 4، ايش راح اسوي؟ راح احاول اني احط الريست
away from the edentulous area حتى أغير الليفر من class 1 إلى class 2. فحطيت الريست هنا، طلعت الاي بار بهاي الطريقة. شو صار عندي هنا؟ راح يصير عندي فولكرم هنا، راح تصير عندي من التيب مال الكلاسب للفولكرم اللي هي الريزيستنس ار، واللي ورا هذا اللي هو الاوكلوزال تيبل اللي هو الايفورت ار. زين، ايش راح يصير عندي هسه؟ راح تيجي الفورس هنا، تمام، راح ينزل الدنشر بهاي الطريقة، ومنو راح ينزل وياه؟ راح ينزل وياه الكلاسب. فالكلاسب وين راح يروح؟ بأي اتجاه راح يروح؟ هيجي. فراح يسوي disengage للتوث، راح يبتعد عن التوث سيرفيس، تمام، لأن يريد ينزل ويا الدنشر بهذا الاتجاه، فراح يعوف الأندركات وراح يطلع من يم التوث، فبالتالي ما راح يكون إلى أي تورك على التوث، ما راح يسبب أي ضغط على التوث. فهنا حولت الليفر من class 1 ليفر إلى class 2 ليفر، فبالتالي تجنبت التورك الزايد على الأسنان. زين، the concern is that the distal extension act as a long effort arm، مثل ما شرحنا distal extension act اللي هي هاي، تشوفون هنا هذا الفولكرم اللي هي الديستال، هنا مكتوب الفولكرم اللي هو الديستال ريست، وعندي الديستال اكستنشن هي لونج افورت ارم اكروس ذا ديستال ريست اللي هو الفولكرم تو كوز ذا كلاس تيب اللي هي الريزيستنس ارم من الفولكرم للكلاس تيب هي الار to engage the tooth undercut. كل ما راح يتحرك الدنشر للأسفل إيش راح يسوي منه؟ راح يصعد الكلاسب وراح يسوي engagement للتوث undercut وراح يسبب على المدى الطويل بقلع التوث. This result in a harmful tipping or torquing of the tooth and is greater with a stiff clasp and more denture base movement. إذا greater with a stiff clasp، إحنا عندنا البار clasp والcircumferential stiff clasp. ليش؟ لأنها casted، يعني مذوبين الميتال، شارحيها قبل الكاست معناها مذوب الميتال ومسوي، فيكون هذا more rigid، تمام. فهذا الإفكت راح يصير بالجريتر، كل ما كان عندي الكلاسب مور ستيف، يعني كان كاست كلاسب مو روت واير كلاسب، وكل ما كانت عندي مور دنشر بيز موفمنت، الموفمنت مال الدنشر كثير. يعني ليش تصير اكثر الموفمنت مال الدنشر؟ لانه الكومبريسيبيليتي مال السوفت تيشو عندي اعلى، عندي يعني الكومبريسيبيليتي مال السوفت تيشو تختلف من بيشنت لبيشنت. اكو بيشنت عنده الثيكنس مال السوفت تيشو مثلا فد 4 مليم، فهاي الكومبريسيبيليتي مالتها عالية لأنه راح تنضغط 4 مليم لحد ما يوقفها البون الأندرلاينج بون، بينما اللي عنده لا فوق البون بس 2 مليم سوفت تشو راح يصير الضغط بمقدار 2 مليم، تمام. فكل ما زادت الكومبريسيبيليتي أو الثيكنس مال السوفت تشو راح يزيد هذا الإفكت. ال RPI system consists of buccal retentive arm اللي هو ال I bar engaging measured undercut، وعندي طبعا هنا الأندركات دائما بال RPI system أحاول قدر الإمكان وين أودي؟ أودي distally. يعني خلي نرجع نرسم هنا، أنا عندي هاي ال edentulous area وهاي ال artificial، هاي الارتيفيشال تيث، تمام. هنا انا ايش سويت حتى احول من كلاس 1 ليفر الى كلاس 2؟ راح احط الريست هنا اللي هي الفولكرم، هنا انا راح يطلع عندي الكلاسب. الكلاسب وين احطه؟ البار كلاسب اريده ديستالي، تمام. وهسه راح ناخذ، يعني ما اريده بأسوأ الاحوال احطه بالميدل، تمام، اما ما احطه هنا. إذا صار عندي الأندركات كان موجود بهاي المنطقة، يعني موجود مور ميزلي، هسه أشوف شلون راح أعالج الموضوع، تمام. زين، ليش أريده ديستلي؟ لأنه أني إذا حطيته هنا حطيته ميزلي ما سويت شي، صارت عندي هنا هاي الريزيستنس آر وصارت عندي هنا هاي الإفورت آر، تمام.
اجت الفورس بهاي الطريقة وهذا يريد ينزل، فوين راح يروح؟ هيجي هم راح يروح على التوث سيرفس هنا، هم راح يدفع التوث سيرفس بهاي المنطقة، يلا يسوي ديس انجيج للأندركات، فبالتالي أنا ما استفدت، هم صار عندي تورك على التوث، بينما لا إذا أنا حطيته هنا ديستالي تمام، من تيجيني فورس هنا وهو يريد يروح ينزل ويا هذا الجزء، فراح يروح بهذا الاتجاه، رأسا سوى ديس انجيج للتوث، ما سوى أي تورك على التوث. فأني الـ RPI system أحاول قدر الإمكان أو الصحيح أني أحط البار كلاس ديستالي، أتجنب أني أحطه بالميدل أو الميزيال، بالميدل أو الميزيال. أما إذا كان عندي الأندر كات بهاي المناطق، هنا ما عندي أندر كات، شو أسوي؟ ما أقدر أحط البار كلاس، فرح أروح لطريقة ثانية، هسه راح نشوف شن هي. البكر ريتنتيف ارم الاي بار انجيجينج ميجر اندر كات، وخلي نقول الاندر كات هذا لازم يكون كلوز تو ذا ادنشلس اريا باتجاه الديستال. ستابيلايزينج او ريسبروكال اليمنتس، ليش قال اليمنتس؟ لانه هنا ما عندي ريسبروكال ارم. شنو اللي راح يحل محل الريسبروكال ارم؟ ذا اريا اوف بار كونتاكت along with the rest and its minor connector and the proximal plate contact provide stabilization through encirclement. اذا شنو اللي راح يحل محل الريسبروكال ارم؟ اللي هو البروكسيمال بليت، وراح نشوف هسه هاي الصوره بكلي هاي لينجولي. فالبروكسيمال بليت هنا والماينر كونكتر اللي طالع من الرست هما اللي راح يسووا لي انسيركلمنت، وراح يحلون محل الريسبروكال ارم، وراح ينطوني ريسبروكيشن وستابيلايزيشن. فلذلك ما قال لي ريسبروكال ارم، قال لي ريسبروكال او ستابيلايزينج اليمنت. زين، البروكسيمال بليت ماينر كونكتر اون ذا ديستال، هاي الكومبوننتس مال الار بي اي سيستم. اذا مثل ما شرحنا عندي proximal plate on the distal، وعندي هنا قلنا البكر retentive arm ال eye bar engaging measure undercut، وغالبا اريده distally، وعندي ال stabilizing elements كذلك lingually placed mesial minor connector for occlusal rest which also serve as a stabilizing or reciprocal component and mesially placed supporting occlusal rest assembly. ولازم دائما قلنا الassembly اللي هو هذا السيستم والclasp remain passive until activated. يعني احنا شارحيها هاي قبل انه من شروط الclasp انه لازم يكون passive، اذا ماكو function، اذا patient مدى ينزع او يلبس الدنشر لازم الclasp يكون passive، ما مسلط اي تورك على التوث. اش وقت يسلط تورك على التوث؟ من يصير activation، اذا patient دا ياكل sticky food، اذا patient يريد ينزع او يلبس الدنشر فيصير بي activation. اما بالوضع الطبيعي اللي البيشنت ما يسوي بي اي شيء لازم يكون عندي passive. Then in case of free end extension denture two strategies are adopted to either change the fulcrum location and subsequently the resistance arm. اذا هذا دا يشرح الشرح اللي هسه شرحنا. اذا كان عندي free end extension ما راح احط الريست close to the edentulous area مثل ما احنا متعودين، لا راح اخذ بعين الاعتبار انه اذا حطيتها close to the edentulous area راح يصير عندي liver class 1. الليفر class 1 ويا مرور الزمن راح يكون كانما اني دا اقلع التوث على البطيء تمام، فاني اريد احوله من ليفر كلاس 1 الى ليفر كلاس 2. ف in case of free end extension denture two strategies are adopted to either change. اذا two strategies قال الاستراتيجي الاولى اللي هو شنو غيرنا بيها الفولكرم اللي هي الريست، غيرناها من كانت ديستالي حطيتها ميزيال. Either change the fulcrum location and subsequently بما اني غيرت الفولكرم location the resistance arm engaging effect mesial rest concept clasp as simply or to minimize the effect of the lever by use a flexible arm اللي هو wrought wire retentive arm which is called combination clasp، هذا اللي راح نحكي عليه. اذا كان عندي free end extension عندي طريقتين حتى اتجنب التورك اللي راح يصير على الابوتمنت. الطريقة الاولى عن طريق تغيير الليفر من كلاس 1 الى كلاس 2 عن طريق تبديل مكان الفولكرم من ديستال ريست الى ميزيلي روكيتد ريست. الطريقة الثانية لا، راح يبقى الفولكرم بمكانه، بس شلون راح اتفادى التورك على الابوتمنت؟ راح العب بالريتنتيف بالريزيستنس ار
تمام، اللي هي البار نفسه راح ألعب بي، راح أغير الديزاين مال البار، راح أحط كومباينيشن كلاسب اللي هو روت واير كلاسب. الروت واير كلاسب شرحناه قبل، اللي هو يجي بكرة مشتغلين أكيد بي باللاب، وأقص منه جزء وأسوي له بندينج وأدابتيشن على التوث سيرفيس، ويكون الكروس سيكشن مالته راوند، مو مثل الكاست كلاسب يكون هاف راوند. تمام. الميز يا ريست كونسبت كلاسب ار بروبوزد تو اكمبليش موفمنت اكوموديشن باي تشينجينج ذا فولكرام لوكيشن. ذس كونسبت انكلود ذا ار بي اي كلاسب. ذا ار بي اي از ا كيرنت كونسبت فور بار كلاسب ديزاين اند ريفير تو ذا ريست بروكسيمال بليت اند اي بار كومبوننت بار اوف ذا كلاسب اس سمبلي. اذا هنا ده يشرح عن الميزيا ريست كونسبت اللي هو الار بي اي. شنو معنى الار بي اي؟ معناها عندي ريست وعندي البيربنديكولار، هذا الار بي اي. الاي اللي هو الاي بار، الار اللي هي الريست لوكيتد ميزيري، والبي اللي هي البيربنديكولار بليت او البروكسيمال بليت. فهذا الاي بي الار بي اي system. Basically this clasp assembly consists of a mesio-occlusal rest with the minor connector placed into the mesio-lingual embrasure but not contacting the adjacent tooth. إذن مثل ما قلنا الرست راح أحطها mesially وراح أطلع الماينر كونكتر mesio-lingual embrasure، والماينر كونكتر قلنا هم راح يشتغل as a reciprocation. اذا هذا الاسمبلي راح اسميه الار بي اي سيستم، واللي هو واحد من الطرق اللي راح اقلل بيها التورك على الابتمنت توث اللي موجود بالفري اند اكستنشن. تمام، صار واضح؟ فقلنا انه نرجع نعيدها حتى توضح الصورة. هنا عندي الإدنتشلس أريا وهنا عندي الارتيفيشيال توث. شنو اللي سويته؟ نقلت الريست اللي هي الفولكرم، نقلتها ميزيلي، الكلاسب جبته هنا ديستالي، فصار عندي هاي الريزيستنس آر وهاي هي الإفورت آر. من إجت فورس هنا بهاي الطريقة، هذا راح يسوي ديس انجيج تيب مال الريتنتيف آرم، راح تروح بهذا الشكل وراح تسوي ديس انجيج للأندركات وراح تبتعد away from the abutment tooth، فبالتالي ما راح يصير عندي أي تورك على الأبتمنت توث، فراح أحافظ عليه. وقلنا وين راح تكون الريتنتيف تيب؟ راح تكون ديستالي. تمام؟ أما إذا ما قدرت أحقق هذا الشرط وكانت الأندركات أصلاً موجودة هنا أو هنا، فما راح استخدم الـ RPI، راح اروح للـ Combination Clasp اللي هسه راح نشرحها. زين، A distal guiding plane extending from the marginal ridge، هاي دي يكمل لي الـ Component مال الـ RPI. Distal guiding plane extending from the marginal ridge to the junction of the middle and gingival third of the abutment tooth. وماخذيها قبل انه ال guiding plane لازم تكون extend from the marginal ridge، من ال marginal ridge لل junction between the middle and third gingival third of the abutment tooth is prepared to receive the proximal plate. The buccolingual width of the guiding plane is determined by the proximal contour of the tooth. اذا هذا الباكولينجوال ويث نادى يحكي عن الطول، يعني الاوكلوزو جينجايفلي وباكولينجوالي. اوكلوزو جينجايفلي ايش راح اسوي؟ راح تمتد من المارجنال ريدج تو ذا جانكشن اوف ذا ميدل اند جينجايفل ثيرد. تمام، هذا طولها، طول الجايدنج بلين اوكلوزو جينجايفلي. نيجي باكولينجوالي، باكولينجوالي راح يعتمد على شنو؟ ديترمايند باي ذا بروكسيمال كونتور اوف ذا توث، حسب عرض التوث باكولينجوالي. The proximal plate in conjunction with the minor connector supporting the rest provide the stabilizing and reciprocal aspect of the clasp. إذن قلناها الـ proximal plate بالإضافة إلى الـ minor connector مال الـ rest هم راح يعملون كـ reciprocal arm، فلذلك هو قال reciprocal أو stabilizing element. زين، هنا أنا عندي هذا سؤال. Occlusal view of RPI bar clasp simply placement of I bar. وين راح أحط الـ I bar هنا؟
راح احط A on distobuccal surface, لو راح احط B at greatest mesiodistal prominence او on mesiobuccal surface حسب اللي شرحناه قبل شوية وين البست بوزيشن. طبعا هنا عندي هاي الادنشولاس اريا تمام, وهنا حطيت الريست ميزيلي حتى اغير من فولكر كلاس 1 ليفر الى كلاس 2 ليفر. زين التيب مال البار كلاس وين افضل يكون؟ يكون A لو B لو C. طبعا شرحنا انه لازم يكون located on the distobuccal surface, لازم يكون بهذا البوزيشن اللي هو A. ليش؟ حتى من تيجي فورس هنا هذا راح يتحرك هنا ويسوي disengage للتوث. اما اذا حطيته اني C مثلا فش راح يصير؟ اذا حطيته هنا من تيجي فورس هنا هذا هم راح يحاول يسوي disengage, بس وين راح يضغط؟ بين ما يطلع من المكان هو ضاغط على هاي المسافة كلها من التوث ومسبب لي تورك بهذا التوث. فلذلك أنا دائما الـ RPI أحرص أني أستخدمه من يكون عندي Disto Buccal Undercut, لما تكون عندي الـ Undercut بهذا الـ Position حصرا حتى رأسا يسوي Disengage ويبتعد عن سطح السن. أما إذا كان الـ Undercut بهذا الـ Position أو هذا الـ Position فش راح أستوي؟ راح أستخدم الـ Combination Clasp تمام, اللي هو another strategy. قبل شوية قلنا عندي two strategies بالfree end extension, يا إما أني ألعب على الفولكرم وأغير مكانه فبالتالي أغير من class 1 lever إلى class 2 lever ويكون التيب مال الكلاسب located distally فبالتالي يسوي disengage ويبتعد عن التوث سيرفس في حال ما قدرت, والريتنتيف اريا او الاندركات اريا ما كانت distally كانت ميزيلي او كانت بالنص, فش راح اروح؟ راح اتجه للcombination clasp اللي هو ما راح اغير الفولكرم, رح يبقى الفولكرم لوكيتد بنفس مكانه, رح تبقى الريست كلوزر تو ذا ادنشولس اريا, بس راح اغير؟ راح العب بالريزيستنس ارم. اذا الاستراتيجي الاولى لعبت بالفولكرم تمام, الايفورت ارم ذراع القوه تبقى مثل ما هي, ما اقدر اغير اني مكان الادنشولس اريا والارتفيشال تي فهاي ثابته. شنو اقدر اغير؟ اقدر اغير يا اما البوزيشن مال الفولكرم وبتغييره اغير من كلاس 1 ليفر الى كلاس 2 ليفر, او اقدر اغير بالريزيستنس ارم, اغير نوع الريزيستنس ارم فبالتالي عندي يصير اقل الافكت على التوث. وهسه راح نشوف شلون. Another strategy to reduce the effect of the class 1 lever in distal extension situation اللي هي class 1 and class 2 kinetic classification او long span class 4 is to use a flexible component in the resistance arm. اذا وين غيرنا هاي المره؟ غيرنا الفولكرم؟ لا, الفولكرم بقى مثل ما هو, غيرت الريزيستنس ارم, which is the strategy employed in the combination clasp. The combination clasp consists of a wrought wire retentive clasp arm and a cast reciprocal clasp arm. The wrought wire retentive clasp arm is either cast to or soldered to a cast framework. نيجي نرسمها حتى تصير واضحه. زين هذا التوث, هاي الفري اند اريا تمام. الوضع الطبيعي اني احط الريست كلوزر تو ذا ادنشولس اريا, حطيتها اوكي. هسه اذا اني مستخدمه كاست كلاسب, هذا كاست كلاسب, هاي مصيبه. ليش؟ لانه ويا مرور الزمن هاي الارتفيشال توث راح يصير عندي فورس هنا, هذا الفولكرم, هاي الايفورت ارم, هاي من تيب مال الريتنتيف ارم للفولكرم, هاي الريزيستنس ارم, هذا نزل اجت الفورس هنا, هذا نزل لي جوا, هذا محور الدوران, هذا صعد لي فوق. ايش راح يصير؟ ويا مرور الزمن راح ينقلع التوث على البطيء. ليش؟ لانه هذا كاست كلاسب. شنو يعني كاست كلاسب؟ يعني ريجيد كلاسب, يعني ما ينطي من نفسه, ما يفتح. اللي هو شنو هو الريجيد كلاسب؟ الكاست كلاسب اللي هو مصنوع من كروم كوبالت, مصنوع من نفس مادة الدنشر, من نفس الفريم وورك اللي هو شكلته اني, رسمته بواكس, وورا ما رسمته بالواكس رحت ذوبت الواكس وصهرت المتل وطببت المتل حقنته بهاي المنطقة, فتكون عندي الكاست كلاسب اللي هو very rigid فما ينطي من نفسه. منو يدفع؟ يدفع التوث تمام,
يعني هو خلينا نقول الريجيديتي مالته حتى اعلى من التوث، بحيث منو يغلب من يدافعون هو اللي راح يغلب، تمام؟ وهي مرور الزمن راح يسبب قلع للتوث. زين فشلت هاي الطريقة عندي، ما اقدر استخدمها. الحل قلناها هاي انه ما اقدر استخدمها. الحل الثاني اللي انا اللي جئت له شنو هو؟ انه العب على الفولكرام، احط الفولكرام هنا تمام، واحط الكلاس بي جي ديستلي. هذا كاست، هذا هم كاستد كلاسب وهم ريجيد، بس شنو الفكرة؟ انه من تيجيني الفورس هنا هو محطوط اصلا على حفة التوث، فوين راح يروح؟ راح يسوي ديس انجيج، راح يعوف التوث وما راح يسوي اي تورك عليه، تمام؟ فبالتالي هو كاست وريجيد ومصنوع من كروم كوبالت، والقوة مالته هم اكبر، الريجيدتي مالته اعلى من التوث، بس لاني حطيته ديستلي ولاني غيرت البوزيشن مال الفولكرام، ايش صار عندي هنا؟ اللي صار عندي انه نزل كل البارت هذا، الريزيستنس ارم والايفورت ارم اثنيناتهم راح ينزلون سوا، لان اثنيناتهم صاروا على يمين الفولكرام، تمام؟ فاثنيناتهم راح ينزلون، فهذا من ينزل راح يبتعد عن التوث سيرفس. زين الاندركات مالتي ما كانت هنا، كانت لو هنا لو هنا، ما راح اقدر استخدم هذا التايب، معناته فشل عندي هذا المشروع. وين راح اروح؟ راح ارجع على ديزايني الاول اللي هو الريست، راح تكون ميزيال، تمام؟ وميزيال ريست، طبعا الريست هنا مصنوعه من كروم كوبالت، يعني كاستد، يعني انا شكلتها بواكس وبعدين صبيتها. والريسبروكال ارم كذلك ريجيد وكاستد وشكلتها بواكس وبعدين صبيتها ومصنوعه من كروم كوبالت، بس الريتنتيف ارم راح اسويها روت واير. الروت واير اللي هو قلنا يجي بكرة، ما بي تيبرنس، يجي بكرة وحدة أقص منها وأشكلها وأسوي له أدابتيشن، ويا أني أسوي مرحلة الواكسينج أشكل الريست من واكس وأشكل الريسبروكال من واكس وأجيب قطعة من الروت واير كلاس أسوي لها أدابتيشن بهاي الطريقة وألزقها على التوث، تمام؟ بحيث بعدين من يبدلون هذني اثنيناتهم يموع الواكس، تمام؟ ويجي عندي الميتال يدخل بمكان الريست ويدخل بمكان الريسبروكال ارم ويدخل هنا فينلحم عندي، يدخل بهاي المنطقة، فيصير عندي هاي المنطقة هي جوين بين الروت واير وبين الكاستد ريست وكاستد ريسبروكال ارم، تمام؟ او انه لا، اسوي الديزاين كله من واكس حتى الريتنتيف ارم اسويها وبعدين تصير كاستد وتصير كروم كوبالت، ومن يطلع عندي الفريم ورك ايش راح اسوي؟ بالبير راح اجي اقصها، اقص هذا الجزء كله، تمام؟ وايش راح ابدله؟ راح ابدله بروت واير كلاسب اللي هو يصير الفلكسبيليتي مالته عاليه، اللي الريجيديتي مالته اقل من التوث، فبالتالي من يصير عندي تورك من اللي راح يغلب؟ راح يغلب عندي التوث لانه هو قلنا مور ريجيد، ومن اللي راح ينطي من نفسه وينطعج ويتاثر؟ الروت واير كلاس هو اللي راح يتلف، مو التوث يتلف عندي، تمام؟ فعندي طريقتين، يا اما اضمنه ضمن الواكس وبعدين من يجي الكاستد مثل المثل المصهور راح يتشلب ويلزم لي الروت واير، او لا كله اسوي كاست ومن يطلع الدنشر اقطع الريتنتيف ارم بهاي الطريقه، تمام؟ واجي باللحيم الحم عندي الروت واير كلاسب بهاي الطريقه. فلذلك the combination clasp consists of a root wire retentive clasp arm and a cast reciprocal clasp arm. The root wire retentive clasp arm is either casted to، يعني يا اما ضمنتها ويا الواكس ولزقتها على التوث وانضمنت من البدايه بالديزاين، او لا سويتها كاست بعدين قصيتها وجبت الروت واير ولحمته، سويت له سولدرينج. الانديكيشن ايش وقت راح استخدم الكومباينيشن كلاسب؟ ان ابوتمنت توث ادجيسنت تو ا ديستال اكستنشن بيز وير اونلي ا ميزيال اندر كات اكزيست. واضحه هناك قلنا بالنوع الاول اللي غيرنا بيه الفولكرام لانه كانت عندي الاندر كات ديستالي، فش سويت؟ استخدمت غيرت الفولكرام ومشيت على الار بي اي سيستم. زين الاندركات ما كانت ديستلي، كانت ميزيلي، معناها ما اقدر استخدم البار، لان لو استخدمته نفس المشكله ما راح يسوي ديس انجيج للتوث، راح يمر على السيرفس مال التوث كله يلا ينزل لي جوا،
فش أسوي؟ ألغي هاي الفكرة، أجي ألعب على resistance R. إذا كان عندي mesial undercut exist on the abutment or where a large tissue undercut contraindicate apartheid retainer. إذا شنو المشكلة الثانية؟ مو مشكلة يعني كان عندي الأندركات موجود، بس شنو المشكلة عندي؟ المشكلة عندي إنه عندي soft tissue undercut, large tissue undercut contraindicate apartheid retainer to minimize the effect of a first class lever system. فبالتالي وين راح ألجأ؟ راح أروح للcombination class when maximum flexibility is desirable such as on an abutment tooth adjacent to a distal extension base or on a weak abutment when a bar type direct retainer is contraindicated. إذا نفس الشيء، إذا كان عندي bar type direct retainer is contraindicated وأريد maximum flexibility، ليش مثلا مرات يكون عندي التوث أصلا بموبيلتي يعني بي سلايت موبيلتي وأنا أريد أحط عليه كلاسب، فما أحط عليه كاستد كلاسب ولا بار كلاسب، رح أحط عليه روت واير لأن الروت واير الفلكسبيليتي مالته عالية، حتى الماتيريال هو ستينلس ستيل مو كروم كوبالت. الكروم كوبالت ريجيد اللي هو الكاستد تايب يكون الماتيريال مالته من كروم كوبالت، المعدن مالته كروم كوبالت. الروت واير يكون ستينلس ستيل فبالتالي يطعج أسهل، فمن يصير عندي ويا مرور الزمن البيشنت ينزع ويلبس، منو راح يتلف عندي؟ راح يتلف عندي الكلاسب الروت واير لان هو اللي راح يصير بيه تطعج مو التوث. تمام. its adjustability when precise retentive requirements are unpredictable and later adjustment to increase or decrease retention may be necessary. اذا كان عندي من البدايه ما واضح عندي البوزيشن مال الاندركات وما واضح عندي كمية الريتنشن اللي أنا محتاجتها، فشنو أسوي؟ ما أستخدم الكاست كلاسب، لأن قلنا قبل إنه الكاست كلاسب ما أقدر أسوي له كومبليت أدجستمنت، لازم يطلع عندي غلط، بينما هنا الروت واير لا، الأدابتابيلتي مالته أسهل، فبالتالي أقدر أعدل عليه بعدين. يعني إذا أنا اكتشفت إنه لا أنا أريد أغير مكان الأندركات أو أريد أقلل الريتنشن، فش أسوي؟ أسوي بي أدابتيشن، مجرد أني أفتحها شوية. تمام؟ حتى يصير عندي الدنشر يطلع أسهل. It's aesthetic advantage over cast clasp. ليش aesthetic advantage over cast clasp؟ هاي إلها علاقة بالبصر. عندي الروت واير الرفليكشن مالته يعني انعكاس الضوء عليه، احنا شلون نشوف الشغلة من يضرب الضوء بيها وينعكس يرجع لعيننا فنشوفها. الروت واير يسوي ديستراكشن يعني يعكس لي كمية اقل، فالعين تلاحظ اقل من الكاست كلاسب. تمام. خلينا نرسم هسه، عندي هذا توث وهذا توث، هذا عليه كاست كلاسب. قبل احنا قلنا انه الكاست كلاسب تصير عريض، ليش؟ لان هاف راوند، ما أقدر أسوي راوند. ليش ما أقدر أسوي راوند؟ لأن أني أصلاً دا أشكله من واكس، مستحيل أقدر هذا السيرفس مال التوث، مستحيل أقدر أبني الواكس بهاي الطريقة، مستحيل. زين، فلذلك من أجي أحط الواكس راح يصير لا إرادياً بهاي الطريقة فيصير أعرض، بينما الروت واير لا، يكمش لي التوث سيرفس بنقطة واحدة بس هنا. تمام، فيصير أقصف. زين، من يجي اللايت أني من هنا دا باوع. تمام، هاي العين دا تباوع بهاي الطريقة. زين، من يجي اللايت هنا بما انه اعرض فرح يعكس لي كمية هذا اللايت اللي سقط على الكلاسب. تمام، راح ينعكس كله للعين، بينما الروت واير لا، راح يجي اللايت اللي راح يوقع عليه اقل والانعكاس بالتالي راح يصير اقل، فبالتالي يصير اقل ملاحظة للعين من الكاست كلاسب. زين، الادفانتج flexibility اكيد، adjustability and appearance of the rod wire retentive arm. اذا من ناحية انه more flexible اقدر اعدل به، ينطي من نفسه ما يأثر لي على التوث، والأبيرنس مالته قلنا يعكس لي ضوء أقل فبالتالي العين تلاحظ أقل. rod wire retentive arm makes only line contact، مثل ما شرحنا قبل شوية، line contact يطخ التوث بنقطة واحدة. تمام، مو area مثل الكاست كلاسب بهاي الطريقة، عندي area contact بالكاست كلاسب.
with abutment tooth rather than a broader contact of the cast class. زين ولاين يعني وإذا كان لاين لاين معناها شنو؟ معناها كل ما قل التلامس بينه وبين سطح السن معناها decalcification والكيريز راح يكون عندي أقل، بينما هنا لا كمية الملامسة أكبر معناها decalcification والكيريز يكون عندي أكبر. زين rod in structure it may be used in a smaller diameter than a cast clasp with less danger of a fracture. إذن حتى الديامتر القطر مالته الروت واير يجي prefabricated هو فيجي بي ديامتر 0.6 0.7 0.9، فممكن استخدم smaller diameter حتى يكون حتى أقل ملاحظة بعد. Because it's round light is reflected in such a manner that the display of metal is less noticeable than with the broader surface of the cast clasp. شرحناها a less likely occurrence of fatigue failure in service with tapered rod wire retentive arm versus the cast. إذن ليش less الفتيق مالته أقل؟ لأنه راوند. إحنا قلنا قبل إنه الكاست إذا تذكرون قلنا عندي باي دايركشنال وعندي أومني دايركشنال. شنو يعني باي دايركشنال؟ يعني هذا من أجي أطعج ينطعج هيج وينطعج هيج، تمام؟ بينما الثاني لا هيج وهيج وهيج ومن وين ما أريد ممكن إني أحركه، فبالتالي يصير less fatigue لأنه الأدابتيشن مالته أسهل، الفلكسبيليتي مالته أعلى، فالفتيق مالته إنه يتلف يكون أقل. Tapered round rod wire clasp arm may act somewhat as a stress breaker between denture base and the abutment tooth. شنو يعني stress breaker؟ يعني بما انه هو round وممكن يتطعج باي جهة من الجهات فمن تيجيني force، تمام؟ هنا force بالغلط مثلا اجتني على التوث او على الارتفي على الديستال اكستنشن، خلي نقول منو اللي راح يتلف؟ منو اللي راح يتحمل القوة وينطعج؟ التوث راح يتلف لو الكلاسب؟ لا الكلاسب. ليش؟ لأنه من وين ما تيجيني الفورس هو راح يطعج باتجاهها، اجتني منها انطعج منها، اجت منها انطعج منها، بينما هنا لا عندي باي دايركشن، فإذا تيجيني الفورس منها هو ما راح ينطعج هيجي، مستحيل انه اقدر اسوي بي بند بهذا الاتجاه، فمنو راح يتحمل هذه الفورس؟ راح يتحملها التوث، لان هذا منطم نفسه هو رجد وما يقدر انه يصير له بند بهذا الاتجاه، هو باي دايركشنال، يا اما هيجي يا اما هيجي، فاي فورس ثانيه تاثر على التوث ما ينطي هو من نفسه، بينما الروت واير لا يتحمل الفورس، الفورس تاثر عليه باي اتجاه، فهو اللي يتحمل الفورس ويشيلها عن التوث structure. Disadvantage it involves extra step in fabrication particularly when high fusing chromium alloys are used. Extra step ليش؟ لأنه قلنا بعدين راح أقص الفريمورك وراح أجي أسوي لهذا bending وأرجع ألحمه بالفريمورك. It may be distorted by careless handling on the part of the patient. إذن المشكلة مالته بما أنه more flexible ممكن يخرب بسبب البيشنت، يعني أكو patient يلبس الدنشر يروح للبيت ها لا والله أريد أضبه بعد أكثر حتى يصير عبالك فيكست، فيكمش البلاير أو يكمش أي شيء عنده ويبدأ يطعج بيه من روحه. زين لبسه ها صار البند مالته زايد قام ما يطب، رجع فتحه إلى أن بما أنه هو سولدرد قلنا هو ملحوم، فهاي البوينت مال اللحيم تصير ويك، فهذا من يظل يفتح ويسد يفتح ويسد راح يتلف الكلاس بالأخير، هاي البوينت ممكن ينكسر من مكانه ويحتاج إعادة لحيم، تمام؟ because it's bent by hand it may be less accurately adapted to the tooth and therefore provide less stabilization in the supra bulge portion. نفس المبدأ إنه bent by hand قصده إنه البيشنت ممكن يلعب بي يعني ممكن يطعج، مو مثل الكاست، الكاست مستحيل يعني الدنتست بصعوبة يسوي بي bending، أما الروت واير لا البيشنت يقدر بسهولة يسوي بي بنت، فإذا هو خربه ممكن يفتح يقوم يصير less efficient يعني بعد ما إلى أي تأثير حتى retention ما منطيني. It may distort with function and not engage the tooth. قلناها قبل شوية ممكن بسبب كثرة الفورس اللي تصير عليه وهو دائما هو اللي ينطي من نفسه ويصير بيه تطعجات ممكن شي يصير
ينفتح يعني يبتعد أو يخرب ويبطل يسوي engagement للتوث undercut، وأحتاج أني أرجع أسوي روت واير جديد، أسوي لأدابتيشن وأرجع ألحمه بالدنشر. Fracture at joining point because of recrystallization of soldering metal، قلناها هاي كذلك أنه solder point نقطة اللحيم، يعني عندي هاي الريست وهاي الريسبروكال آرم وهذا الروت واير، هاي نقطة اللحيم دائما راح تكون ويك وممكن تنكسر عندي. وثانكيو، إن شاء الله تكون المحاضرة واضحة وتفهموها.